ستير يا ستير بالعقل خويا بالعقل ياك ما كان والو صاحبي العافيه. اه ولا باس لاباس صاحبي الحمد لله ما تخافش ميلو ما طيحوش حنا صاحبي ميلو ما طيحو صح راك داير تبهديل خويا قول راي صاي غالي عليك يا وديك غلط يا الاوروني فيت بزاف عباد هاو الفرانك الجيبوتي انا طايو بصح بلاباس معايا جامي قلت له اكثر منك ولا انت طايح ولا صاحبي الريسكي بيناتنا غير انت برقاك صاحبي انت هذا ما كان برقاك تحب تسرح بالغاشي اه في هذه غلبتني صاحبي عندك الحق صح لا ظالم دربل مقطع ملصقينك بالسكوتش وش بيك يا ودي ترك فيني تسع ماك عارف والو يا الاورون الله هنا راني خلص يا خويا تقول اني داير الشر في حياتي بيناتنا انت كاش خطره طواوك لا الحمد لله جامي طواوني انا هنا 200000 طواوها 14 خطره يا خويا ودي لها في الجيب الصغير تاع سروال جين اوكسجين ما كاش علاه غير به ما طيحلوش صح انا راح تبعث وليد وين تكتب له قضية في ورقة باينة في سيكونت ميل وتكتب له من تحته رجع له الصرف شغل بالتوفيق تاع اختبار ديجا الدراري هذه الايامات مرضوا لي كاع من لا جافيل يا صاحبي عالوا لي كاع مساكن يا خويا راك تعاني ربي معاك انا ندور غير في لي بورتفوي في لي ساك غوتشي لوي فيتون دوتشي غابانا يا الاول راك فيه نعمة صاحبي ندور في بلايص له لا يشوفك فيهم خطرة واحد في الصيف سخانة كارون طروة ديرني في الجيب لاريير كنت 100000 قريب حلت وليت فامي غمني يا خويا دا اللي دخل الخاطر بصح ترى كل عام تزيد تهرب لي صاحبك غير زيد تطلع وراك رايح يا خويا اهبط شويه بيشوفوا المحللين انه اليورو متجه للهبوط بشكل عام وانه في مجال لهبوط لمستويات متدنيه